بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وضن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وسلم. وعبد الله على أهل الوجود تفج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وألسنة الملائكة والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليهم النعمة من خوارج